بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 61. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء، يريد ما سبق ذكره في حديث سماك بن حرب في صحيح مسلم، قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. قال: قوله ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة لأمته في جميع أعمال العبادة، قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالذات: صلوا كما رأيتموني أصلي. تقدم في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يخففها مع الإتمام، وكان يصلي صلاة متناسبة في قيامها وفي ركوعها وسجودها والجلوس بين السجدتين والاعتدال من الركوع. ما كان يطيل بعضها ويخفف بعضها كما يفعله بعض المتأخرين، وهذا هو الذي أنكره الراوي على هؤلاء بقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء. فإن منهم من يطيل إطالة مخالفة لإطالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويزيد في الإطالة، ومنهم من يخففها تخفيفا زائدا عن تخفيف الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مخلا بالصلاة. فهو إذا أطال إطالة كثيرة شق على المأمومين، وإذا خفف الصلاة تخفيفا كثيرا فإنه يخل بالصلاة. والاعتدال هو الخير، يراعي أحوال المأمومين ويراعي إتمام الصلاة، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. وذكر الراوي نموذجا من قراءته في الفجر، أنه كان يصلي الفجر أطول من غيرها، فكان يقرأ فيها بقاف القرآن المجيد ونحوها من السور، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وكان صلى الله عليه وسلم يعمل بقوله وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هو صلاة الفجر، سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة
وهذا أمر مستفيض من سنته صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل فيها بغلس يعني بظلمة، بحيث لا يرى الرجل من بجانبه من ظلمة الليل، وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة مبكرا بعد طلوع الفجر، ويطيلها بحيث لا ينصرف منها حتى يتضح الإصفار جدا. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وأما في بقية الصلوات فكان صلى الله عليه وسلم يتوسط فيها بين الإطالة الشاقة وبين التخفيف المخل. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. فالمشروع للأئمة أن يأخذوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلواتهم، وأن لا يتصرفوا من عند أنفسهم أو اجتهاداتهم أو حسب رغباتهم، وإنما يحتذون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني أو يخففونها تخفيفا مخالفا لتخفيف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تخفيفه صلى الله عليه وسلم كان مع الإتمام، وأما هؤلاء فيخففونها تخفيفا مع النقص وعدم الإتمام للصلاة. فربما يسمعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فيخفف الصلاة تخفيفا مخلا ولا يراجع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتذي حذوه في ذلك وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. منهم من يخفف القراءة كما هو الواقع الآن، منهم من يخفف القراءة فلا يقرأ بطوال المفصل أو ما يعادلها من القرآن في صلاة الفجر، وإنما يقرأ آيات قليلات ويثقل قراءتها بالتجويد المتكلف والتمطيط الممل حتى يشق على المأمومين، فهو يطيلها من أجل القراءة التي الطريقة القراءة التي يقرأها، لا من حيث الكمية من القرآن الذي يقرأه، وإنما من حيث سوء الأداء والتكلف في القراءة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: كما روى أبو قزعة، قال المحقق في جميع النسخ أبو قزعة والأصح أن اسمه قزعة بدون أبو، قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك عنه هؤلاء، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك في ذلك من خير، فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وفي رواية: مما يطولها، رواه مسلم في صحيحه. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. نعم. وهذا من جملة الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صلاته الظهر، فإنه كان يطيل الأولى، يطيل الركعة الأولى، ينتظر الداخل صلى عليه، بحيث إن الرجل يذهب إلى البقيع وهو قريب من المسجد
لأن المدينة كانت في وقته صلى الله عليه وسلم محصورة في رقعة ضيقة، والبقيع خارجها قريب منها، فكان يخرج لقضاء حاجته ثم يعود ويتوضأ ثم يدرك الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه كان يطيل الركعة الأولى من الظهر لأجل انتظار الداخل، والله أعلم، ولأجل إكمال الصلاة، فهذا هو. وكان المتأخرون لا يعملون بهذه السنة، فكانوا يخففون صلاة الظهر عما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. فلذلك لما سأل السائل أبا سعيد رضي الله عنه قال: لا خير لك في هذا، لأن هذه سنة لا يعمل بها، وكونك تعلمها ولا تعمل بها يكون في هذا حرج عليك. فهو قال هذا من باب التبكيت، قال له هذا من باب التبكيت والتوبيخ، لا من باب أن السنة لا خير فيها، وإنما لا خير في عمل الناس مع السنة. نعم، السلام عليكم. قال: وفي الصحيحين عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. هذا لفظ البخاري. هذا هو الذي أشرنا إليه في بداية الحلقة. نعم، قلنا إنه كان يطيل صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. نحن عرفنا في الحديث الذي مر قريبا أنه كان يطيل الركعة الأولى من الظهر، وفي هذا أنه كان يطيل أيضا صلاة الفجر أطول من غيرها، فكان يقرأ بالركعتين أو في الركعة واحدة ما بين 60 آية إلى 100 آية. هذا مما يدل على أنه كان يطيل صلاة الفجر. نعم، وكان يدخل فيها بغلس، يعني بظلمة، وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه من الإسفار، فهو يجمع بين التبكير بالصلاة في أول وقتها وتمديدها إلى الإسفار. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقل من يعمل بهذه السنة الآن إلا من رحم الله أو من شاء الله، فإن الكثير يخففون. أول شيء يؤخرون الإقامة، يؤخرون الإقامة حتى يشقوا على الناس، ولا يدخلون في الصلاة مبكرين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وثانيا أنهم كانوا يخففونها عن الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها، فيكون تصرفهم هذا على حساب الصلاة والإخلال بالصلاة، وهذه أمانة في أعناق أئمة المساجد، عليهم أن يتقوا الله عز وجل، فإنهم مؤتمنون على صلوات المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالواجب على كل مسؤول عن الصلاة إمامة أو أذانا أن يؤدي الأمانة التي حملها نحو هذه العبادة العظيمة. فالمؤذن يراعي الوقت ولا يتقدم عليه ولا يتأخر، لا يتقدم عن بدايته ولا يتأخر عن بدايته، بل يؤذن على أول دخول الوقت لأنه مؤتمن على الوقت. والإمام ضامن للمصلين، قال صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم أو يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فهو ضامن يتحمل صلاة من خلفه، الواجب على الإمام أن يراعي هذا الأمر. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليأمنا بالصافات. رواه أحمد والنسائي. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتخفيف، وكان يأمهم بسورة الصافات، فدل هذا على أن التخفيف هو ما يفعله صلى الله عليه وسلم. والقراءة تختلف، فربما يقرأ قارئ سورة قصيرة فتصبح أطول من غيرها بسبب تكلفه بالقراءة وإخراج القراءة عن حدها بالمدود والغنة وغير ذلك من التجويد الذي يدعونه ولا يتقنونه. وإما بغير ذلك من الاجتهادات لبعض طلبة العلم أو المتعلمين، فيريدون أن يطبقوا ما في أفكارهم واجتهاداتهم على الناس، ولو أخل هذا بصفة الصلاة فعليهم أن يراعوا هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، وليس معنى هذا التخفيف المخل بالصلاة، بل معناه التخفيف الذي معه إتمام الصلاة. ولهذا كان يقرأ بالصافات وهي سورة طويلة، لكن قراءته صلى الله عليه وسلم كانت قراءة لذيذة سهلة وليست متكلفة كما يفعله بعض الأئمة الآن. نعم. قال: وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائي وابن ماجه، وهذا إسناد على شرط مسلم. نعم، وهذا عود على ما سبق في أول الكلام الذي يتعلق بالصلاة، فإن المصنف شيخ الإسلام رحمه الله أطال في هذه المسألة لأهمية الصلاة ولكثرة المخالفات فيها. هذا في وقته، فكيف في وقتنا هذا؟ فهو أطال في هذه المسألة نظراً لكثرة الخلل فيها. وهذا الراوي يذكر أنه ما صلى خلف أحد مثل هذا الرجل الذي هو أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله يعني بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كان أميرا على المدينة وكان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عالما بالسنة، وكان ورعا تقيا يحاول الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، ومن ذلك في الصلاة، فكان يحاول أن يتشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المقياس الذي يسير عليه هذا الإمام، أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل، وفي البواقي من أوساط المفصل. وقد سبق لنا أن المفصل هو القسم الأخير من القرآن، وأنه يبدأ بقاف في القرآن المجيد وينتهي بسورة الناس، وأن طواله من قاف إلى عم يتساءلون، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر المصحف. القرآن. نعم. قال: والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى هو ثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا. ويدل على ما ذكرناه ما رواه مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة،
وإن من البيان لسحرا. وهذا في صلاة الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة إن طول صلاة الرجل، يعني صلاة الجمعة، طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنها علامة من فقهه، أي علامة على فقهه وفهمه. الفقه المراد به الفهم. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. فأولا أثنى على الذي يطيل الصلاة، صلاة الجمعة، ويقصر الخطبة، ثم إنه أمر أمرا بذلك. فقال أطيل الصلاة، يعني صلاة الجمعة، وأقصر الخطبة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا عمله. كان صلى الله عليه وسلم يخطب كلمات معدودات مباركات كما جاء في الحديث، ولا يطيل الخطبة، وكان يطيل الصلاة، فيقرأ تارة بالجمعة والمنافقون، وتارة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. فهذا تطويل لصفة الصلاة، صلاة الجمعة. وكانت خطبته قصيرة، يعدها الرجل عدا، ولهذا كانوا يحفظون خطبه صلى الله عليه وسلم. وكانت كلمات مباركات عظيمة، فيها قواعد، وفيها توجيهات، وفيها تعليم، وفيها موعظة وتذكير، وفيها بركة وخير كثير. فليست العبرة بكثرة الكلام، وإنما العبرة بالمضمون وجزالة اللفظ وقوة الأداء، هذا هو العبرة. وأما كثرة الكلام من غير ضوابط فهذا مما لا فائدة فيه، وهو مخالف للسنة ولا يؤدي الغرض المطلوب. فليت خطباءنا اليوم يتذكرون هذا الأمر، فيقصرون الخطب ويجزلون ألفاظها ويركزون معانيها حتى يفهمها السامع، لأنهم يخطبون في جمع كثير، والحاضرون مختلفون في إدراكهم وفي أفهامهم، فلا يركزون على الفئة المتعلمة ويتركون العوام، ولا يركزون على العوام ويتركون الفئة المتعلمة، بل يتوسطون بين هذا وهذا ويراعون هذا وهذا. هذا هو المطلوب. يحضرها الأعرابي، يحضرها الحضري، يحضرها المتعلم، يحضرها الجاهل، يحضرها العالم، فهم يراعون حال المجتمعين فيتوسطون في الأمر. هذا هو المطلوب، وهذا يقتضي من الخطيب أن يعد العدة لموقفه هذا، وأن يعد الخطبة الجزلة المفيدة القصيرة مختصرة التي يستوعبها الحاضرون ولا تمللهم. وعليهم أن يطيلوا الصلاة. أما العكس فهو مخالف للسنة، وهو الواقع من كثير من الأئمة اليوم، وهو إطالة الخطبة، حتى إن أحدهم يظل واقفا ساعة كاملة في الخطبة، وينصرف الناس ولم يستفيدوا شيئا، بل استفادوا التعب والسآمة والملل. وإذا جاءت الصلاة صلاها بلحظة، فيقرأ في كل ركعة آية أو آيتين أو سورة قصيرة، فهذا خلاف السنة، وهذا خلاف واضح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن من البيان لسحرة، يعني ليس المقصود هو كثرة الكلام، وإنما المقصود البيان الذي يسحر الناس، يعني يأخذ بألبابهم ويؤثر عليهم. وهذا من السحر الحلال، والسحر هو ما لطف وخفي سببه، فيطلق على كل ما لطف وخفي سببه، وكل ما يجذب الأفهام والأفكار، فمنه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. نعم، أحسن الله إليكم. إذن كأن الشأن في الخطبة مثل الشأن في الصلاة،
خالف الناس فيها من جهته. نعم نعم، هي الجمعة يعني. أي نعم، الجمعة المخالفة واضحة في هذا. أصيب مثل ما أشرتم بعض الخطبة يتمدح بالإطالة، تمدح بالإطالة، والمؤسف أنه مع إطالته وتعبه لا يفيد الناس، بل يخرجون كما دخلوا فارغة أفهامهم، لأنه كثر الكلام عليهم. نعم. وكلام غير مركز، وينسي بعضه بعضا، وكلام مكرر وينسي بعضه بعضا، ولا السامع ما يستفيد من الموضوع الذي يتكلم عنه لكثرة تخليط في الكلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل، وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة، فإن كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين، فالفجر ونحوها التي تفعل في وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى، والأحاديث في هذا كثيرة. هذه مقارنة عجيبة من الشيخ رحمه الله. يقول: إذا كان أن الرسول أمر بإطالة الجمعة مع كثرة الجمع وشدة الحر في بعض الأحيان، والناس فيهم المتقدم والحاضر بزمن طويل يحتاج إلى الخروج، ومع هذا يطيل الصلاة، فدل على أن الفجر آكد إطالة. نعم، وهذا سبق. الله جل وعلا يقول: وقرآن الفجر، وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم الستين إلى المئة آية في الفجر، فهذا يدل على إطالة صلاة الفجر أيضا، وعلى إطالة صلاة الجمعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. سيذكر الشيخ في ما يأتي من حديثه أن بعض الناس يظن في ذلك نوع تناقض، وليس كذلك، ونأتي عليه إن شاء الله في لقائنا القادم لنهاية هذا اللقاء دونه. أيها المستمعون الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر لكم حسن استماعكم، ونشكر لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وهذه تحية مهندس الصوت أخي حمد العزاز. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.